ويا بيك الفاصل خلينا نرجع هيدا الفيديو تمام. فيديو اليوم اللي هو مقلب بأسئلة بس ما برجع في التربية لايك شير سبسكرايب بالكومنتر شو عندك ويا بلي طبعا انا اسئلة يا جوا قلت لها عادي بتصور فيديو صغير عن كورونا مش عم صور كورونا بدي اعمل فيها مقلب تحضير رسم هي احنا عندنا قلمات هي قلم معنا اسود وازرق فهي رح تاخذ الازرق وانا شو اخذ الاسود وهي بكل جولة رح تتفاجأ لي عم تخرطش أنا بخبي معي أنا من جيد أسرق وبس رح نرجع نسوي المقدمة أنا قلت لها إنه بس خلصها رح أرجع سك رح أفتح فيديو جديد وح أقول هاي جايز كيف كنت تكون خلينا نشوف هذا الفيديو فيديو مو مع أسد رح بعيط لها كيف أنا هيك فمشمرت شك فيه أنا عم بعمل المقلب فخليكم معي حتى تشوفوا ردة فعلها على المقلب بكون انا قاعدة وهي قاعدة بكون احنا مغمضين عيوننا فانا بفتحهم وخلتش لها ورقتها وبتعمل حالي عبرس بس كل ما تفتح اخر الفيديو بتتفاجأ ليه انا كنت طلع معي مش مناحي حلفتو كيف وهيك حلها انه اخر الفيديو فيه عقاب اللي هو شطة حلوة فاخر شيء ما بتحب الشطة حلوة فخليكم معنا حتى نشوف ردة فعلها على المقلب انا كتير بتحبها فردت يا اسير فحب تبلش اوكي هينا رايحين نجيب الشرح تنربط فيها عيوننا وبنرجع بس قبل ما بلش الفيديو استنونا لايك شير سبسكرايب والكومنت والاشعارات ويلا نبلش مال انا اسير حطيت لها هيك شيء تغطي فيه وانا حطيت على لون حجابه فخلينا ورش طبعا انا رح ابدا فيك يا سين انك تختاري عندنا هون 8 نوره بس فيهم اثنين سهلين يعني دغري بنرسمهم بس يمكن يطلع معنا مش ضابطين نحن هون قصينا وراء واسير رح تاخذ اللون الازرق وانا رح اخذ الاسود اوكي ف يلا اسير بلشي اختاري رح اول شيء رح احط كل واحد ورقه قد كمبيوتر عم اكيد واحد بيعرف يرسم كمبيوتر بس مش هو مغمض عيونه كمبيوتر طبعا هي بيجي عند كل مشقلبة فيلا بس خليني افتح القلم هيك حتى اوكي يلا 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 عم تتنقمل لا بس كنت عم ظبطها ما عم يلا خلينا وين القلم شو كمبيوتر؟ ايه صير قلب الورقة يا هوني طب وين الورقة؟ ممنوع تفتحها اوكي هيا قدامي كي قربت لك اياها خلصت؟ ايه بس ممنوعها انا بعدني عم برسم بعدني مش عم برسم ايه بس رح انطرك رح ضل مغمض خلصت؟ لا اصل بعدني مش عم بعرف ارسم يلا يلا والله مش عم بعرف يلا رح بلش ارسم يلا يا الله من خرطش لها رسمتين انت كني اصير خرطش لا طب بك انت اصير خرطش وعندك عارف قولك يا بقول لا انا احسن يعني ما بيأثر شي وصمه اصير بك انت مش حس اللي مغمض عيونك يعني قصدك انت عم تتنقوزي حتى يكون رسمك ايه بلكي انت رسمتي رجعتي رسمتي هي وعملت هيك بالغلط انا ما دخلت يلا بس ما بيأثر عنا بعد جولات بس في عقاب اخر عقاب اللي هو الشطة ما بيأثر نجيب ورقة جديدة كيف رح اخسر في اعفيكي في اعفيكي في لا ما بعرف في اعفيكي اخترت ورقة بيت
طير سخيف. واو بحب ارسم بيت. انت مغمضة عيونك وفتحة عيونك برش ارسم. خلص لا بس ما تفتح. اوكي راح ضل مغمض. يلا افتح. يا شو طبعا ما تابعوني احسن صح؟ تابعوني احسن الصراحه. يعني انا لقطه صرت 2-0 اصلي. بعدنا عنا نحن عم نعمل 8 جولات يعني كثير منيح. يلا اصير اختاري. اخترت ان شاء الله ما عادش تخرج شيء اصير حتى وقتك لشط ورده. سير علي راسك. يمكن معلي راسك بدرس. يلا بلشي. شو يا حسن هلا جات انا من هلا. يلا فاتحه. شو والله شو عم بخرج شو نحسن. يمكن انا حملت انا متلين بالغلط. انا احسن يا عليكم. يمكن انا حملت انا متلين بالغلط وخرطشت. ليك اصير لك انا احسن يعني صراحه عليك. انا مش يمكن انا حملت ملك فقعت ليش لك نص ازرق نص اسود. فانا ثلاثه وانت صفر. دوري اختار او دوريك. ده دوريك تسحبه. انا اول جولة انت تاني جولة انا تالت جولة. هلا دوري. اه انا صح دوري. ما فيناش نقول سهل لانه نحن مغمضين عيوننا. يلا خلينا نبلش. وين بس علي راسك. علي راسك. خلص انا مش عم بعرف كيف ارسم. انا فتح فتح. يلا يلا لك انا هيك طلع القلب ظابط. واصير لك كيف شو رسم متاثر ورجيه. انا هيك قلب كنت راح اخسر. انا 4 انت 0. بعد عنا 4 جولات. يلا اسحبي. لا دائرة. هيدا الشيء اللي قلت لكم على المسرح. حسنا خلينا نبلش. عشان اعلي راسي. انا رح بلش. شو طلع لنا؟ دائرة. يلا افتح. يلا يلا افتح. انا هيك. يا الله يعني انا بيح. انا صرت 5 وانت لا دوري صفر. بعد اللي جولة كتاب. اوكي خلينا. يلا هلا علي راسك. يا هي انا معليته. انا هلا بدي بلش. يلا نفتح. نفتح. يا اصل رحتك ليش ورقة كبيرة. لا اخر جولة انا لا بعد في جولتين. واحدة انا واحدة تالي. عيب ليش ملعقة كبيرة. رح تكري شطة. رح
في شنطة من جنش والله بحر حير. انت رح نعمل بدك تبكي بتبكي اخر الفيديو مش هلا بدنا نلحق افتحها انا وانت شو بيفتح لك هي مخزوقة شمس يلا امي انا 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 هلا بدي بلش شمس لحظه شوي بدي صبر يلا فتح انا على القليل احسن منه والله هي هيك رسم اياها نحن هيك لازم كل الفيديوهات يكون فيها عقاب مش رح نعمل رح تاكل شطة مرأة كبيرة من هالي بحر حير لا بدك تاكل شطة هيك هيك فكرة الفيديو كلهم بيعملون هيك نحن لازم نعمل لأنه كل لازم نحط عقاب أحلى شو رح نعمل وما باكل شطة انت رح تاكل شطة انا ما بدي اكل بس هذا العقاب ايه صح هيدا العقاب خلص ما تبكي عجبك المقلب وخلصنا بس باقي وحدة بس هي فخلصت عجبك المقلب بكيت عجد وصدقت وهات يلا خلص عشت تبكي يلا هات كان فيديو ان شاء الله تكونوا استعدادوا حبيتوا اذا حبيتوا حطوا لايك شير سبسكرايب والكومنت والاشعارات بتحبي بعد نحكي لهم شي مشان كورونا طبعا عملنا مقلب بأسيل كنت انا مخبيه قلم حد لون ازرق انت كنت ما تغمض عيونك كنت انا بعدني مفتحه قلت خرطش لك ودغري غمض وقعد عجبك المقلب ما عجبك اصلا هذا كان فيديو اليوم شكرا حبيتوا اذا حبيتوا حطوا لايك وشير سبسكرايب والكومنت والاشعارات وباي طبعا اذا حبيتوا اعملكم مقلب بحدا تاني اكتبوا لي تحت بالكومنت باي